في عملية نوعية تمكن عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بداية الأسبوع الجاري من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بمخدر الكوكايين تنشط وسط العاصمة انطلاقا من إحدى الولايات الساحلية شرق البلاد. التحريات المنجزة في القضية تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أسفرت عن توقيف 8 أفراد من الشبكة الإجرامية، من بينهم امرأة، وحجز كمية معتبرة من الكوكايين قدر وزنها ب3 كيلوغرامات و40 غرام، 5 مركبات سياحية ودراجة نارية، بالإضافة لمبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 630 مليون و600 ألف سنتيم.